كلمة مفيش وقت دي الحقيقة حاجة غريبة جدا، وطبعا ما بيقولهاش دايما غير اكتر انسان عنده وقت فاضي. كل ما تقول لواحد ما جيتش ليا فلان يقول لك ما عنديش وقت، ما سمعتش الحلقة ليا فلان ما عنديش وقت، ما صليتش ليا فلان، ما صليتش ليه الفريضة ما عنديش وقت، ما قريتش جزء قرآن النهاردة ليه ما عنديش وقت. طب انت بتعمل ايه؟ ايه بقى اللي انت بتعمله؟ واحد ماسك المحمول ليل نهار عمال يلعب بيعمل ايه؟ ها؟ لو هو انسان منظم بيدي ساعة قرآن كل يوم وساعة مثلا للمحمول كل يوم، ها؟ ها؟ وساعة رياضة بيمارس فيها رياضة وجري ومشي كل يوم، وساعة ساعتين بيذاكر فيهم، انسان عظيم. يعني زمان انتوا عارفين زمان كان احد الصحابة رضوان الله عليهم وكان قد نزل على اخ له، كان حضرة النبي بيؤاخي بين المهاجرين والانصار، حلو؟ فسلمان الفارسي نزل عند اخ له في الله اللي هو من اهل المدينه. فسلمان راى صاحبه او راى زوجه صاحبه لا تتزين. طبعا واحد يقول لك ايه ده، هو ازاي بص عليها وهي مش متزينه وازاي؟ قال فهو قال لا يا امه الله ما لي اراك لا تهتمي بنفسك، يعني ايه اللي انت فيه ده؟ فقالت ان اخوك او ان اخاك رجل صالح يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل. خلاص ما ليش حاجه غلط. قالت له الراجل صاحبك راجل صالح طول النهار صايم وطول الليل ايه قايم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليس له في النساء، يبقى مش يدي حق زوجته. فنصحه صاحبه قال له يا هذا ان لربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق، مش كده؟ فاعطي لكل ذي حق ايه حق. فذهب هذا الصحابي يشتكي سلمان لرسول الله، مش كده؟ قالوا ده بيقول لي ان ربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق، وإن صح فاعط لكل ذي حق حق. فالرسول قال ايه؟ قال ايه النبي؟ صدق سلمان، ولا انا بألفه ولا يطلع في النهايه ده مش حديث ولا ايه؟ ها؟ قال صدق سلمان صح؟ يبقى احنا لازم نقسم صح، ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق، ها؟ الرياضه لها حق والقران له حق وربنا له حق والاهل لهم حق، قسم بقى قسم، يعني اعمل قسمه العدل ولا تضيع كله؟ في ناس ما بتقسمش ما عندهاش قسمه. شوف صلى على النبي، يعني لو انا دكتور قال انا ما عنديش وقت، طبيب قال انا ما عنديش وقت، يعني ما عنديش وقت؟ هو المفروض ان المريض في القوانين الطبيه كلها حتى في الاسكي ميثود حتى في الطريقه الجديده المفروض ان حضرتك تسمع المريض 5 دقائق وتكشف عليه 5 دقائق. يعني اللي اتاخرت سنان يا دكتور عشان ما راحش يكشف عشان ما كانش عنده وقت. لا خلي بالك معايا بقى، ده انا دلوقتي واحد كان عنده مرض فاهمل في مرضه الى ان استفحل. يعني ايه؟ واحد عنده خراريط في سنانه وسنانه بتألمه وعمال صابر لغايه لما السوس بوظ سنانه كلها، كان عنده ضرس مسوس ضرب 3-4 دروس. ليه يا فلان ما رحتش للدكتور؟ ما عنديش وقت. طب ما انت ضيعت الامانه كلها. يعني لو لحقت الضرس الاولاني ما كانش الثاني والثالث والرابع كلهم سوسوا. مش كده ولا ايه؟ انت سبتها واحده ست عندها شويه الم في الثدي او افرازات. سنة واثنين وثلاثة واربعة سكتة لغاية لما الكرونيك ابسس ده الخراج ده قلب لكانسر، قلب سرطان. انت شايف احنا بنعمل ايه؟ او لا، ايه اللي خلاك اسكتي ده كله؟ ايه اللي خلاك تستني 4 سنين في افرازات والتهابات وخراج مزمن وهكذا؟ واحد جاي لي عنده اسايتس بطن ورمه قد كده، ما بتتعالجش ليه يا فلان؟ اصل انا عندي عيال وعندي مش عارف، وهو طول النهار نايم. طب ما اتعالجتش ليه؟ يعني عايز اقول لك على حاجه، ان في بعض الناس بتسيب نفسها خالص 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 لغايه لما المساله تبقى صعبه كومبليكيتد خالص. واحد عنده حرقان في البول والم في ظهره، حرقان في البول والم في ظهره، سكت على نفسك ليه؟ سكت على نفسك ليه؟ ما تلحق نفسك قبل ما يجيلك فشل كلوي. حرقان في البول والم في الحوض والم في ظهره، ما تلحق نفسك. نفس الكلام بالنسبه اللي عنده مثلا القلب، عنده نغزه وسكينه في قلبه وبقاله شهر 2-3 سنه، ما بعد كده يجيلك جلطة هتوقف لك عضلة القلب، ما تروح تشوف فيه ايه. اذا مهم جدا ان انت لا تهمل اي عرض يظهر عندك بحجة انه ما عنديش وقت، ده انت بعد كده هتنام خالص مش تقدر تعمل اي حاجة تانية. يعني تنصح في الاولويات والاهمية. اول حاجة في حياتي صحتي، صحتي نمرة واحد. ليه صحتي نمرة واحد؟ لما بدعي ربنا اقول اللهم بارك لي في صحتي وفي اموالي وفي اولادي وفي اعمالي، صحتي الاول. بناء على صحتي هشتغل، بناء على صحتي لو صحتي كويس هرى كويس، بناء على صحتي هشم كويس، لو الشم ضاع الحياه لها لازمه ايه؟
ها لو صحتي كويسه اتذوق طعم الطعام، لو انا مريض مش هحس ان الاكل له طعم. يبقى لابد ان احنا نعترف يا جماعه ان الصحه نمره واحد. لما بقول له واحد تنام بالليل من الساعه 9 او 10 وتصحى، يقول لك الشغل، هو عنده فشل كلى. شغل ايه؟ شغل ايه؟ احنا عندنا في اول اولويات الطب نمره واحد ريست، قبل العلاج راحه، لان انت بتجهد نفسك زياده عن اللازم، فيبقى لازم ادي نفسي راحه. واهم حاجه في الراحه للمريض ان هو ينام بالليل. لو جالي مريض وقال لي انا مش عارف انام بالليل، اصلا عندي شغل بالليل، اصلا انا واخد نبطشيه بالليل، اصلا انا غفير بالليل، مش هنخف كده، كده مش هنخف. يبقى نمره واحد ريست. اللي مش قادر ينام في البيت يروح ينام في المستشفى. مش قادر ينام في المستشفى بنحجز رعايه مركزه محدش يشوفه. مش دي المراحل؟ يبقى ان لبدنك عليك حق، صح، وان لربك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، فاعطي لكل ذي حق حقه. صحتي الاول، عشان لو صحتي حلوه هدي للناس كلها. لو ما عنديش صحه لا هدي علم ولا هدي شغل ولا هدي نصيحه ولا هدي تربيه ولا يبقى ليا لازمه في المجتمع اصلا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك صحة وفراغ. في شباب كتير عايش عنده صحة حلوة قوي وعنده فراغ مش عارف يعمل ايه، وزي اليوم النهاردة زي بكرة زي بعد زي امبارح، زي واحد بقول له ايه اكتب مذكراتك، كتب مذكراته اليوم يوم الانتقام، ده الاثنين مثلا، الثلاثاء اكتب مذكرات، الثلاثاء مثل الاثنين، الاربعاء مثل الاثنين، ده مذكرات جميلة. الله أكبر، ما عنديش حاجة أكتبها في مذكراتي حضرتك. أنا بكتب مذكراتي من تلت إعدادي، كتب المذكرات ما هو كل يوم قبل ما أنام أنا عملت كذا، صليت كذا، قريت كذا، ختمت كذا، ها، اتخانقت مع كذا، استغفرت. لازم أكتب مذكراتي قبل ما أنام. ها، أنا عندي 59 سنة بكتب مذكراتي ليه؟ علشان أي حدث، الحلاقة، النهاردة أنا حلقت، عايز أرجع أشوف أنا حلقت إمتى؟ أشوف التواريخ بتاعة الحلاقة. دفعت البتاع الرخص العربيه امتى؟ ها، دفعت الضرائب امتى؟ ها، كل حاجه بتواريخها في المذكرات. ارجع في المذكرات الاقي اللي انا كاتبه. هل انا بكتب مذكراتي غلط ولا صح؟ انا بكتب مذكراتي كل ليله غلط ولا صح؟ شرعي ولا بدعه؟ لاحسن واحد يقول لك ده بدعه تكتب مذكراتك، تكتب مذكراتك ده بدعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم ها قبل ان توزن عليكم. المفروض انت بتحاسب نفسك قبل، انا صح ولا غلط، انا ماشي صح ولا غلط، ربنا راضي عني ولا مش راضي عني. ان كنت موفق احمد الله، وان كنت مش موفق ها استغفر، صح ولا لا؟ لكن لازم انام وربنا عني راضي، اسامح الناس كلها عشان ربنا يسامحني. من لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يصفح لا يصفح عنه. تعرف تنام وانت مسامح الدنيا كلها؟ عايزك تجرب كده تنام وانت مسامح الدنيا كلها.